برضه بلغم ثاني يا اخوانا، واذكر انه اساس حمايتنا وسلامتهم ده التربيه الاخلاقيه اللي بتصير التصوف اللي ظلوا وما زالوا حيظلوا حامل الوصف عليه الدين الاسلامي يا اخوانا. يا سلام التصوف يا سلمان، وقطع كلام ثاني عايز اقولهم يا جماعه. قولوا لي انه التصوف علاقته بالنواب شنو؟ نواب شنو؟ اوريكم يا جماعه. ورينا. التصوف نوابي، والنوابي تقرب الى الله، والتقرب الى الله محبه لله وفي الله. يا سلام. ما زال عبدي يتقرب الي بالنواب حتى احبه. يا سلام يا تم. اهلا يا سلمان، تكلم مني بير، انا عارف حاجات كثيره بنبرت عليها، لكن الهمه والدرايه دي عرفتوا. اوريك ابوي الهم والدرايه عشان تعود كل ربنا يا اخوانا على بصيره وفراسه. عارفين ليه؟ عشان احنا لازم نغلق اتصال جيد ما بين اهل الارض واهل السماء، وده يا اخوان ده يا اخوان الضمان الوحيد لحمايه ارضنا ارضنا من الفساد. الحمد لله يا سلمان، الحمد لله والله كلامك ده فتح لي قلبي والله يا سلمان. الحمد لله لقينا حاجة تخلصنا من الفساد المنتشر ده يا سلمان. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ولا حيدة لك الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. I don't know.
أيها الأحبة، عودة بعد عودة، وكل سنة وأنتم طيبين وكل عام وأنتم بخير. يقول صاحب الذكرى: وجهت بلاد الله شرقا ومغربا، بذرت بأقطار العاج محنتي لحيظات مع أحبابنا في جامعة إفريقيا. تفضل عبد الرحمن شكري. كل الشباب تفضلوا عليهم يا حبة كده، تحياكم. تفضلوا شباب، يعني كتر خيرهم. وما شاء الله عبد الرحمن حافظ الشعار ب ربنا يكرمكم يا اخواننا واشهدوا للاحباب. اللهم صل على الحبيب. اظن فانا برهاني هكذا يعني. ايوه والله، يعني الكلمات يعني لا توصف، لا تستطيع ان تبوح بما في المشاعر، يعني لانه المشاعر يعني مرات هي تتحدث عن نفسها فقط يعني. فماذا اقول يعني، فانا بفضل الله في اعلى العلا يعني. ايوه والله، يعني نحن فرحانين بمشاركتكم يعني في هذا البرنامج، وان شاء الله يعني هذا يعني ماذا اقول، فوز منا. وغدا اخرون سياتون ايضا يعني ان شاء الله. فيعني نشكر يعني اليكم على هذه المقابله السمحه الرائعه الطيبه. فنحن يعني تعرفنا التصوف في السودان، الحب في السودان، كله من اهل السودان وكله يرجع الى برهانيه. ونحن برهانيون من الاصل القديم يعني. الله يبارك. ايوه ان شاء الله، بارك الله فيك. ايوه يعني انا اسمي عبد الرحمن عمر محمد من دولة الصومال، طالب في جامعة افريقيا العالمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اما انا اسمي عفوان رحمازي، انا طالب في جامعة افريقيا كلية الدراسة الاسلامية من دولة اندونيسيا. اما انا ما عندي كلمة لماذا لأقول إليكم إلا بشكركم بهذه حفلة وتكريم لنا. أما الآخر يكفي بعبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي محمد رشدي، أنا من إندونيسيا، أنا طالب في جامعة الأفريقية العالمية بكلية الشريعة والقانون. أنا ما عندي كلمة. شكرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، أنا اسمي أندري شكرينالدي، أنا طالب من جامعة إفريقية في كلية الشريعة والقانون. حتى أنا ما أستطيع أن أقول كثير، إلا نحن فرحان شديد، فرحان جدا. شكرا على اهتمامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. اسمي رنجا سافوتا، اسمي غريب. أنا من دولة إندونيسيا، أنا طالب في كلية جبرة بكلية اللغة العربية. أشكر لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي ميلو المتاكين، أنا من دولة إندونيسيا، أنا طلاب جامعة أفريقيا العالمية بكلية دراسة إسلامية. شكرا لك. شكرا للأحباب، شكرا لكم. ويعني الأحباب يعني ما شاء الله شرفونا من بدري وتآنسوا ويعني تحدثوا معنا في المحبة، وتحدثوا معنا في الإلفة، تحدثوا معنا في أمور شتى، ووعدونا بيعني الخير كثير إن شاء الله. يعني هم دعاه
لمحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، دعاه لمحبة مولانا، فأنا بفضل الله في أعلى العلا وشاكرون، ويسألونكم الدعاء بالتوفيق والسداد في مقبل الأيام، وبارك الله فيكم. وإن شاء الله يوم غد، إن شاء الله غد خميس يوم واسع، ونأمل ونأمل أن يكونوا معكم أحباب كثر وأخر. شوفهم لو عايزين يقدم حاجة أي فقرة. في أبيات من الشعر، قرآن، آيات. ما أنت راجل بتاع لغة عربية؟ سيبويه قال: قبح الله عالما من نفطويه، حرقه الله بنصر اسمه، وجعل الباغي رثاء عليه. صلى الله عليه. اللهم صل عليه وسلم. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. اللهم صل وسلم على النبي المصطفى. اللهم صل. يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله. يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله. لا ندري كيف تجرأتم وتماديتم بعداوتنا، لا ندري كيف تفرقتم برسول الله. يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله. صل على الحبيب مصطفى. آمين. فضل الفاتحة. آمين. بارك الله فيك. الأحباب، كل عام وأنتم بخير، وعام يغاث فيه الناس. في أنا بفضل الله في أعلى العلا، الأحباب يعني بيعلنوا إن شاء الله التسامح الغادم بحول الصيام، حول الصيام. بارك الله فيكم،
ربنا يكرمكم بها حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكرم الحبيب. يا نعم وجه بالمحاسن
أعلى فبالمشيئة أنشرى. Thank you.